وهو المسائل اللي انا برضو هيبقى الجيفن فيها كالاتي. تعال نمسح الصفحه دي خالص، ركز معايا. الجيفن فيها هو الاتي، تعال نقسم كده. اول حاجه انا مديك الجيفن، مديك برضو البي والتي، او خلينا نكتب الدي عشان ما تلخبطوش انتوا، اهي البي والدي، ومديك الاف سي يو، ومديك الاف يلد، تمام، ومديك كمان الاريا ستيل. دول كلهم ايه؟ جيفن. خلاص الريكوايرد او المطلوب منك، مطلوب منك تحسب الاريا ستيل ماكسيمم، مطلوب منك تحسب الام التيميت، مطلوب منك تحسب الام التيميت ماكسيمم. خلاص خطواتي، خطوات حلي في المساله، عايزك بس الاول تحسب لي الام التيميت. دي خطوه رقم واحد، انا عايزك تحسب الام التيميت. فهتبقى الستبس كالاتي، الستبس كالاتي. اول خطوه ان انا هفرض اليلد. اول خطوه ان انا هفرض ايه؟ اسيوم ان انا وصلت لليلد. اسيوم ان انا وصلت لمين؟ لليلد. وده معناه ان الاف اس بيساوي الاف يلد على الجاما اس. صعبه؟ صعبه القصه دي؟ تمام. تاني خطوه ان انا هقول ان السي بتساوي التي، يعني 67% اف سي يو على جاما سي في البي في الاي، في الاي بيساوي اف فيلد على الجاما اس في الاريا ستيل. مين اللي مجهول هنا وانت مش عارفه؟ الاي. يبقى انت هتجيب لي من هنا الاي، ومن الاي هتجيب لي السي. يبقى من الاي هتجيب لي مين؟ السي اللي هي واحد وربع الاي. بعد كده خطوه رقم ثلاثه، هتجري على الجدول بالقيمه بتاعه الاف فيلد عشان تجيب لي السي بالانس. هتجري على الجدول عشان تجيب مين؟ السي بالانس، عشان ساعتها هقارن ما بين السي. لو السي بتاعتك اقل من السي بالانس يبقى الفرض اللي انا افترضته، الفرض اللي انا افترضته صح، ان فعلا الاف اس كانت بتساوي الاف فيلد على الجاما اس. لو كانت السي بتاعتك طلعت اكبر من السي بالانس يبقى ساعتها الفرض اللي انا افترضته غلط، والمفروض ان انا اعوض عن الاف اس بكام يا هندستنا؟ الاف اس ساعتها تبقى بكام؟ الابسلون اس في مين؟ الموديل اس. ايوه في الاي اس. خلاص بعد كده خلاص شكرا. عايز تحسب الام التيميت؟ طبق بقى في القانون اللي احنا حفظناه مع بعض. كان ايه القانون؟ في الحالة دي هيبقى اف يلد على الجاما اس، اف يلد على الجاما اس في الاي اس في الدي ناقص الاي على الاثنين. وفي الحالة دي هيبقى مين؟ اف اس في الاي اس في الدي ناقص الاي على الاثنين. صعبة؟ صعبة؟ بعد كده الراجل بيقول لي احسب ايه تاني؟ الراجل بيقول لك احسب ايه تاني؟ الاريا ستيل ماكسيمم. عايز تحسب الاريا ستيل ماكسيمم، كنا نحسبها ازاي؟ هخش بالاف فيلد اجيب الميو ماكسيمم، صح الكلام؟ وبعد كده اريا ستيل ماكسيمم تساوي مين؟ اريا ستيل ماكسيمم ميو ماكسيمم اللي انا لسه جايبها في البي في الدي. صعبه؟ خطوه رقم خمسه والاخيره، عايز يحسب لي الام التيميت لما الاريا ستيل بتساوي الاريا ستيل ماكسيمم. يبقى انا هعمل ايه؟ ما هو نفس القانون ده بس شيل الاريا ستيل وحط مكانها اريا ستيل ايه؟ ماكسيمم اهو. يبقى الام التيميت اف فيلد على الجاما اس اريا ستيل ماكسيمم دي ناقص ايه على الاثنين. ملحوظه دي اسمها اريا ماكسيمم، اي ماكسيمم برضه. والاي ماكسيمم دي عشان تجيبها برضه هتجيبها منين؟ من الجدول. دي الخطوات اللي انا كنت كاتبها على السطور، دي خطوات حل المساله. صعبه؟ صعبه؟ يلا نطبق كده على المساله عشان نفهم، نطبق عشان اشوف ارقام او ما انا ايه؟ افهم، لما بشوف ارقام بفهم انا. الراجل هنا مديني بيقول لي determine the bending moment that the reinforced concrete section can carry if a is 1200 ملم مربع. عايز مين؟ الام التيميت. طيب خطوتي الاولانيه قمت عامل ايه؟ اول حاجه assume tension steel yields. اسيوم ان الحديد وصل يليد،
عملت القانون بتاع ان السي بتساوي التي 67%، الاف سي يو كانت ب 25، البي ب 250، الاي تمام هي دي اللي انا عايز اجيبها. ادي الواحد ونص، الاريا ستيل مديها لي ب 1200 فوق، الاف فيلد مديها لي ب 400 اهي، والواحد وال 15. طلعت قيمه الاي طلعت بكام؟ 149. اقدر اجيب قيمه السي على الدي ولا ما اقدرش اجيب قيمه السي على الدي؟ اقدر اجيب قيمه السي الاول وبعد كده اما اجيب قيمه السي ابقى اجيب قيمه السي على دي. طلعت السي على دي بكام؟ علامه 3 1 1. اجري اشوف اللي انا قلته ده صح ولا مش صح، فعشان اشوف انا صح ولا مش صح الاف فيلد بكام؟ اقوم رايح كده جاري على الجدول، ادي الجدول اهو، الاف فيلد ب 400، الاف فيلد بكام؟ ب 400. ادي اهي قيمه السي بالانس على الدي بعلامه 6 3، وانا طالع معايا في المساله كام؟ اهو علامة 6 3، وانا طالع معايا في المسألة علامة 3، يعني ده معناها ان السي بتاعتي اقل من السي بالانس، يبقى الفرض اللي انا افترضته كان صح. صعبة بعد ما افترضت اهو، اه طلع فعلا السي بالانس اقل من السي. ده انا كده 100، الفرض اللي انا افترضته صح. عوض لي في القانون اما التم اي اس اف يل 1 و15 في الدي ناقص الايه على الاثنين، الاي اس ب 1200 اف يل ب 400، ادي ال 1 و15، ادي الدي بكام؟ 600، وادي الايه اللي انا حسبتها فوق اللي هي 149 اهي، فاكرينها؟ عوضت في القانون بسهوله جبت الام التمت. بعد كده احسب لي الاريا ستيل ماكسيمم، ها اعمل ايه؟ الميو ماكسيمم في البي بي دي، الميو ماكسيمم دي جبتها منين؟ جاب منين الرقم 431 في 10 سالب 4 ده؟ رايح على الجدول امشي 431 في 10 سالب 4 في الاف سي يو، خطوه في ثانيه قمت جايب مين قيمه مين؟ في ثانية قمت جايب قيمة مين؟ الاريا ستيل ماكسيمم دي 250 ودي ب 600، جبت الاريا ستيل ماكسيمم. بعد كده كان بيقول لك كالكليت الام التمت ماكسيمم، قمت كاتب القانون ام التمت ماكسيمم بيساوي ار ماكسيمم في الاف سي يو في البي في الدي سكوير على 1.5. ده قانون تاني غير اللي انا كاتبه. حلو، عايز تستخدمه ماشي، عايز تستخدم القانون اللي انا كاتبه ماشي، القانون اللي انا كاتبه اللي انا كتبته لك اللي هو اللي تحت ده. بس الحقيقة القانون ده اسهل. ليه القانون ده بقول لك ان هو اسهل؟ عارف الار ماكسيمم دي جايبها منين؟ الجدول، ما فيش غير الجدول ده، انت اي حاجه تتوه منك مش لاقيها في المساله تروح تجيبها من الجدول ده. ادي قيمه الار ماكسيمم بكام؟ بس علامه 187 في ثانيه هتعوض في القانون اهو، علامه 187 اف سي ب 25، البي 250، 600 تربيع على الواحد ونص، 10 اس 6 دي عشان الوحدات بتاعتك تمام، تبقى طالعه في الاخر كيلو نيوتن في المتر. لو مش عايز تكتبها ما تكتبهاش، بس ساعتها الوحدات هتطلع نيوتن في الملي متر تمام. دي طريقه، او الطريقه الثانيه ان انت تروح تجيب مين بقى زي ما قلت لك، تروح تجيب السي ماكسيمم على الدي، ومنها تجيب الاي ماكسيمم، ومنها تعوض في القانون الطويل ده. فالاسهل بالنسبه لك تقدر تعمل. خلاص في حد ها؟ لو كنت قريت السي دي السي بالانس وكنت غلط، عيب بقى كسبت، عيب بقى من الاول تمام. فانت عندك مسالتين في الشيت، واحده هتطلع ان الفرد صح وواحده ثانيه هتطلع ان الفرد غلط. حلو، واحنا كده عندنا كام مساله في الشيت؟ 3 مسائل في الشيء. ادي المساله رقم 1، وادي المساله رقم 2، وادي المساله رقم 3. فهمتوا المحاضره ولا كان في حاجه صعبه؟ ماشي تمام.